السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. قبل ما نبدا الفيديو تاعنا اليوم ما تنساوش تصلي وتسلم على رسول الله عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعض وصفة تاع تحلية بذوق الفراولة في الطبقات، سهلة في التحضير، اقتصادية في المقادير، تحضريها في وقت قصير. خليكم دوك مع الوصفة مع المقادير، مشاهدة ممتعة للجميع. نبداو بالطبقة الأولى، عندي 3 حبات نتاع البيض، من الأحسن يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، والحجم تاعهم يكون يعني صغير. اذا كان الحجم تاع البيض تاعكم كبير ديروا 2 حبات بيض يكفي، لانه الطبقه ما تحتاجوش تكون خشينه بزاف. عندي قرصه نتاع الملح، عندي ايضا ذوق الفانيلا، وعندي لهنا نص كاس نتاع السكر. وراح نخدم بالفوي، اللي عنده الباتور يخدم بالباتور، اللي ما عندوش يخدم بالفوي. انا هنا خدمت بالفوي باش ناس كامل يخدموها، لانه كاين بزاف ناس ما عندهمش الباتور ويسقسوني في التعليقات يقولوا لي اسكو تصلح بلا باتور ولا لا. نقول لكم راهي تصلح عادي، نخلط جيدا حتى نحسوا بلي السكر تاعنا ذاب. عندي ايضا بعد ما خلطنا جيدا عندي نص كاس نتاع الزيت، نضيفوه ونخلطوا في نفس الوقت هكا، نخلطوا جيدا حتى تدخل هذيك الزيت مع المكونات الاخرى. وعندي لهنا اكثر من نص كاس نتاع الحليب ونخلطه. بعد ما خلطنا كامل المكونات، عندي كاس نتاع فارينة، وعندي نص كيس نتاع الخميرة الكيميائية، نص كيس خميرة كيميائية، ما نضيفوش كيس كامل لانه البيض تاعنا راهو صغير. نخلطوا هذه المكونات وراح نشوفوا القوام اذا مازال يحتاج الفارينه ولا لا. اذا نشوفوا القوام نتاع الطبقه الاولى تاعنا كيفاش راهو، حاولوا ديروا كاس قد قد حسب النوعيه تاع الفارينه. نتوما ضيفوا كاس، واذا شتوها الفارينه تاعكم النوعيه تاعها يعني ما تشربش بزاف سوائل، زيدوا ضيفوا ربع كاس اخر. 3 حبات تاع بيض يكونوا الحجم تاعهم صغير. ولهنا كما كنت شوف البلاطو تاعي انا راني دهنته بالزيت، وراح نفوتها للفرن طبيعه الحال على 180 درجه، تكون درجه حراره متوسطه. بعد ما نشوفها طابت نرجع لكم ونكملوا مع بعض الطبقه الثانيه. الطبقه الاولى نتاعنا راح نخطبوها بهذا الشكل، وراح نسقيوها بكاس غربة نتاع الحليب، يكون بطبيعه الحال بارد يكفي. اذا دوكا نخليوها تشرب في عقلها ونروحو نخدمو الطبقة الثانية. واش نحتاجو؟ عندي كاس غربة نتاع غبرة الشونتيي، عندي ايضا علبة نتاع فلون شيكول نوارة بذوق الفراولة، لانه انا التحلية تاعنا راح نديرها بذوق الفراولة. عندي علبة كاملة الوزن 50 غرام. عندي لهنا كاس تاع الحليب، راح نضيف كاس غير ربع في البدايه ونشوف القوام، لازم القوام يكون شاد روحه شويه، وراح نطلعوها بالباتر. واذا شفنا القوام شاد روحه بزاف نزيدو نكملو هذيك الكميه. بسم الله. هنا الكريمه تاعنا كما كنت وراي حاكمه روحها، دوك راح نحطها في الثلاجه او في المجمد لمده نصف ساعه، تزيد تحكم روحها مليح، ونزيدو نخليو الطبقه الاولى تبرد على الاقل تدفى باش كي نضيفوا لها طبقه ثانيه ما تذوبلناش. ومن بعد ان شاء الله اذا هنا بعد ما بردت الطبقه تاعنا الاولى وشربت مليح هذاك الحليب، الطبقه الثانيه تاعنا ايضا كانت في المجمد، زدنا خلطناها شويه، دوكا راح نضيفوها هنا ما نخافوش لانه كلش راهو بارد في بارد. راح نمشي الطبقه تاعنا مليح، حاول نمشيها بالتساوي. ودوك راح نجيبو الكوبات ونمشيو بها هكا باش تسوالنا قد قد، نعدلوها راكم تشوفو كيفاش، وين زيادة نحيوها ونضيفوها البلاصة اللي ما فيهاش الكريمة. شتو كيفاش؟ إذا بهذه الطريقة وكنسويها كامل، ومن بعد ان شاء الله نكملو. اذا شوفوا لهنا بعد ما ليسينا الطبقه الثانيه، مسحنا لي باروا، شوفوا كل طبقه وحدها مسحنا هذه الجوانب. دوكا راح نجيبو السوبر كرام
بذوق الفراولة وراح نضيفوها. من الأحسن تزيلوا تعودوا قبل ما تضيفوا الطبقة الأخيرة تحطوها في المجمد بالنسبة للبنات المبتدئات باش ما تخسروش الطبقة الثانية لأنه راهي شوية يعني ما زالت شوية ما هيش حكمة روحها هكا. نحاول نمشيها غير بالعقل نشيوها غير بالعقل باش ما تخسروش الطبقة الثانية هكا. وكان نمشيها كامل نغطي طبقة هذه الأخيرة الثالثة بالسوبر كريم ومن بعد نرجع لكم. إذن بعد ما مشينا الطبقة هذه وكان نوليو نديرو لها غير بشوية هكا حتى تولي بنفس القوام وراح نخليوها في الثلاجة تحت ما نحطوهاش في المجمد لمدة ساعتين ولا ومن بعد باش نقدروا نقدموها. إذن هذه هي بعد ساعتين إن شاء الله نرجع لكم. ثم إذا حبيتم بعدها تزينوها كي تقطعوها راح ديروا كوكو إيفيلي ولا الشيء اللي بغيتوا تحطوه حطوه لكم الاختيار. تقدروا تحطوا حتى حبة تاع الفراز المهم هذاك بالنسبة للتزيين لكم الاختيار فقط عطيتكم الطريقة وتجي بزاف بزاف بنينة مكونات بسيطة موجودة في كل بيت. خليكم إن شاء الله ما تروحوش بعيد مع النتيجة. التحلية تاعنا راهي حاضرة أمامنا كما كنتم تشوفوا راح نقسموها بسم الله خليوها تبرد مليح باش تعطيكم نتيجة مليحة وراح نقسمها إلى أربعة أقسام من نوع نهزو لهنا التحلية تاعنا بسم الله غير بالعقل حتى نهزوها كامل إذن بعد ما قطعنا هذيك التحلية تاعنا شوفوا كيفاش جات ما شاء الله كل كمية نحا وحدها تقدروا تقسموها أقل يعني كما تحبوا شوفوا كل طبقة وحدها وتجي أيضا مشمخة ما شاء الله شوفوا. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. اذا عجبكم الفيديو تاعنا اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي اسفل الفيديو واذا عجبكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابون ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحه نتلاقاو في عد اخر تهلاو في رواحكم وسلام.